فيلم بس. طب هو انت مطلع ده ليه؟ طب تمام. بصوا الروبو حاجه في اي حاجه في الاي تي اتعمد، يعني انا ما بحبش ان انت تقعد تكتب الدنيا، يعني سيبك من نظام التعليم، سيبك انا هدخلك بقى نظام تعليم ثاني خالص. في قاعده يقول لك ريبيتيشن اند ريبيتيشن، يعني جيرمي شارر ده واحد من ضمن عظماء المهندسين النتورك على مستوى عالي. وانا هشرح لكم الكورس بالنظام اللي هو بيشرح بيه. اوكي؟ فيقول لك دايما اما تيجي عايز تثبت اي معلومه اتفرج على الفيديو مره واثنين وثلاثه، مش تكتب المعلومه في ورق وتكنسل الفيديو، ما الفيديو مثلا ساعه الا ثاني. طب الورق لو انت قريته مش هياخد ايدك 5 دقايق، صح كده؟ تمام؟ انا عايز بس الناس تجزأ تفكيرها كتفكير كمهندس اي تي لثلاث مراحل. اي حاجه هاخدها جديده، سواء انا خرجت من هنا خدت نتورك، انا خدت مثلا مع احمد نتورك 3 4 5، كملت الكورس لحد اخره وما لقيتش الموضوع مستهويني، قررت اخش على الداتابيز. الاي دي عجبني بس قررت اخش على الداتابيز. ما بتكلمش بقى، فالكلمه اللي هقولها دي منطبقه على كل المجالات. انت بتمر بثلاث مستويات للتعليم بتاعك. الماستر بتاعك للمجال بيمر بثلاث مراحل. اول مرحله how to describe it، ازاي يعني مثلا هشرح لك مثلا حاجه اسمها، هشرح لك السي سي ان ايه، شرحت لك المنهج كله، عرفت توصف تشرح، عرفت تفهم لدرجه انك ممكن تشرح لاخوك في البيت اللي انت خدته. طب ده how to describe it، ده اول مستوى. ثاني مستوى بتمر بحاجه اسمها how to configure it. تمام؟ في السي سي ان ايه انت بتدخل بمرحلتين، مرحله النظري، مش كان قلت اول مره، يعني اول 3-4 سيشن انا نظري بس، مش هدي مش محتاج اللاب. اوكي؟ تاني مرحله العمل الكونفجريشن. اوكي؟ فده مرحله. المرحله الثانيه هاو تو كونفجر ايه. طب هو حتى متذكر انا قلت هي كام مرحله؟ 3. يبقى المرحله الثالثه هاو تو ترابل شوت. يعني ايه ترابل شوت؟ ترابل شوت يعني تحل مشكله. تمام؟ فانا على سبيل المثال انا ممكن اديك نتورك، تمام؟ هتقص ما يعني ما اسهل ان انا احفظك الكومنتس واعلمك ازاي تبني نتورك. يعني انا ممكن السي سي ان ايه؟ راوتنج اند سويتشنج، اخليك في ظرف 3 ايام تعرف تعمل فيها اي حاجه. تعرف تعمل الكونفجريشن اي راوتر واي سويتش. تمام؟ بس لما تيجي تقع في مشكله مش هتعرف تحل. مش هتعرف تحل. انت حافظ. تمام؟ يعني انت عارف ان انا هربط الجهاز ده. انا بصوا بدايه انا يعني كتابتي خطي هنا وهنا وحش، تمام؟ فاستحملوا. انا عندي جهاز اهو. اوكي؟ تمام؟ متصل براوتر، ده السيمبل بتاع الراوتر، اوكي؟ متصل بجهاز تاني. اوكي؟ تمام؟ انا والله ممكن اقول لك ادي للجهاز ده حاجه اسمها اي بي، ادي له حاجه اسمها ماك. تمام؟ ادي هنا حاجه اسمها اي بي، حاجه اسمها ماك. هتلاقي الجهازين اوتوماتيكلي بيكومينيكيت مع بعض. الجهاز ده عارف يوصل لده، وده عارف يوصل لده. واعمل شويه كونفجريشن هنا في الراوتر، خلاص كل الدنيا معاك ستيبل. بس لا هحفظك. بس اما تيجي انت بقى، ودي يعني في الماركت بالاخر، انت شغلك مش هيبقى تبني نتورك من اول وجديد، انت كل السايتات اللي هتنزلها فيها نتورك مبنيه اصلا. اوكي؟ بس الفكره بقى اللي هم محتاجينك فيها، انت بتعرف تروب شوت بس كده. تمام؟ فانا بقى انت بتروح على المدرسه جيت، والله انا الجهاز ده شغال تمام والراوتر كونفيجريشن بتاعته تمام وده برده، والاثنين مش عارفين يكونكتوا مع بعض. ده بيقول هلو، تمام؟ فهلو في الطريق ليها عشان توصل تعدي هنا ما توصلش. بضطر انا بقى اضربي شوت. يبقى انا عندي 3 مراحل. اول مرحله ها؟ اول مرحله هاو تو ديسكرايب ات، الديسكربشن بتاعك تشرح اللي انت فهمته. طب ثاني حاجه هاو تو كونفيجر ات، how to troubleshoot it. اوكي؟ طب تمام. بداية احنا مثلا السيشن النهارده هناخد فيه كذا جزء. اول جزء بعنوان كده انا رتبته كده بعنوان ماي نتورك. يعني هو ليه النتورك؟ هي النتورك ظهرت ليه؟ تمام؟ ايه اللي خلى المجال النتورك حاجه كده كل شويه ننقل على اي
صفحه الموقع اي تي جوبز. اوكي انا حتى كنت شيرت يا جماعه لينك الوظائف وموقع انجليزي. شوف الوظائف سي سي ان ايه فقط كانت مرتبات كام. اوكي تمام. ايه اللي خلى المجال ده ايه اهميته؟ تمام. انا عايز اغلبكم، اما بدات يعني كان تشالنج بالنسبه لي ان انا لما بدات انزل الفيديوهات دي للجايد تو اي تي كان تشالنج بالنسبه لي، لان انا هضطر اديك حاجه مفيش حد عارفها، واللي عارف هيبقى عارف فقط نبذه. لا انا مش عايز اديك نبذه، انا عايز اديك جايد. انا بقول يو جايد تو اي تي، حطيت لك الفيديو. هل انا شرحت لك النتورك فقط؟ لا، شرحت لك كمان الشركات اللي بتتعامل فيها، شرحت لك الشهادات اللي تخشها، شرحت لك مجالاتها، شرحت لك ازاي تبدا، صح؟ فده جايد جايدنس، يعني انا بديك، انا عايز اخليك انت تعرف تبدا، تمام؟ فكان تشالنج بالنسبه لي ان انا ابدا يعني اديسكرايب الحاجه دي ليكم في السن ده. اما اجي اشرح لواحد عنده 26 سنه شغال اساسا مهندس كمبيوتر، حتى لو شغال بتاع صيانه، انا مش شغال صيانه لابتوب، اوكي؟ بس كان شغلي برضه في النتورك، كان ليا شغل كتير في النتورك، تمام؟ لو جيت قلت له عارف السي سي ان ايه؟ قال لي اه طبعا ده سيسكو، ده انا كل سايت انا انزله لو صيانه بقى معاه ويب صيانه لشركات وكده، دايما في الاي تي اي تي روم عندهم في راوترات وسويتشات سيسكو ولا جونيبر ولا فري كوم، الشركه اللي شغاله اتش بي، اوكي؟ فانا ما يعني انا كانت هي تشالنج بالنسبه لي ان انا عايز اعرفك ازاي بقى النتورك دي ايه اهميتها؟ ايه اهميتها؟ دي اول ادوار هناخدها، تمام؟ لو انا عندي بنك، اوكي؟ البنك ده هنسميه مثلا كايرو، تمام؟ البنك ده مثلا قديم، الدور الارضي، الدور الثاني، الدور الارضي الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، الثامن، تمام؟ هنسمي الدور ده مثلا المانجمنت. الدور ده الثاني هنسميه الاتش ار، تمام؟ خلينا نقول معاها اي شركه دايما الانتيتيز الموجوده بالشركه، يعني الشركه يعني تروح لما تيجي تروح شركه، لما تيجي تروح لرئيس مجلس الاداره، لو قلت له الشركه بتاعتك مكونه من اقسام ايه؟ هيقول لك بتتكون من اتش ار، بتتكون من مانجمنت، بتتكون من اي تي، بتتكون من سيلز، بتتكون من اكونتنج. يعني الشركات في البيزنس ادمنستريشن انت بتاخد الشركه ليها الاقسام الفلانيه، وفي شركه كبيره مالتي ناشونال ليها اقسام فلانيه، الشركه الاقل شويه ليها اقسام فلانيه، تمام؟ فدي مثلا بنك، اوكي؟ ليه اتش ار؟ هو الاتش ار ده ببساطه بيعمل ايه؟ يعني انت جيت قدمت لاي وظيفه اللي هيقف قدامك اول واحد الاتش ار، هو اللي هيقف قدامك، تمام؟ الاتش ار موظف في الاتش ار، تمام؟ جه مثلا احتاج تقرير ياخد اسم من المدير كده، عايز مثلا يصرف حاجه، او مثلا عايز ياخد راي المدير في واحد اتقدم له اداله السي في بتاعه، فعايز يكلم المدير يقول له ده السي في بتاعه تمام، ده راجل فلته يعني، فالمدير يقول له طب هات السي في، مفيش نتورك، مفيش كمبيوتر، مفيش اي حاجه، فبروح هيطلع بقى على الاسانسير او على السلم لحد ما يوصل، يقعد عنده شويه يديله السي في، يشرب كوبايه الشاي، بعد في الدور الثاني وده في الدور العاشر، ينزل بقى ضيعه في الوقت ده قد ايه؟ نص ساعه، نص ساعه في البيزنس خساره بفلوس، تمام؟ طب ايه ده؟ وحاجه ثانيه، طب لو انا في بنك او مؤسسه عندي موظفين كتير، انا عايز انظم العمليات بتاعتي، يعني عايز اشوف مثلا الاتش ار في احمد رافض، في كذا في كذا في كذا في كذا، السيل في كذا في كذا في كذا في كذا، ده اتعين يوم كذا، مرتبه كذا، علاواته كذا، مكافاته كذا، تمام؟ فاي مؤسسه لو اتفرجت عليه فيلم عربي قديم تلاقي حاجه اسمها بيقول لك قطه الارشيف. في نقطة الأرشيف هي تبقى فيها محطوطة فيها الملفات بتاعت الموظفين، مش عارف الموظفين القدامى، العملاء القدامى، مش عارف إيه، تمام؟ أي حاجة خرابة يعني، تمام؟ فأنا مثلا يعني البنك بيبقى عنده إيه؟ أرشيف. طب يبقى إحنا اتكلمنا في أول مشكلة، بيضيع وقت كتير، يعني أنت مثلا عايز الكوميونيكيت اللي يحصل ما بين الموظف في الإتش آر وفي المانجمنت كبير، هياخد وقت كتير، أنا عايز أقلل الوقت ده. تاني حاجة اتكلمنا إن أنا أخزن ملفات الداتا اللي عندي. الداتا هتقول لي طب ما الكمبيوتر حلل لك كده، اقول لك اه الكمبيوتر حلل لي كده، يعني انا ممكن اعمل كمبيوتر اشيل فيه الارشيف كله، صح؟ اعمل ملفات اقول انت اسمك ايه؟ طب ايه؟ احمد. طب اقول مثلا لاحمد، والنبي يا احمد اعمل لي ملف وورد او اكسل باسامي الناس اللي موجوده هنا، تمام؟ هنا برضه انا قلت والله انت قاعد ماسك الشرطه يا احمد، جيب لي كل ملفات الناس اللي هنا. طب سؤال بسيط،
المدير لما يحب يعمل مكافئات لمجموعه معينه مثلا قسم اشتغل كويس مش عارف ايه مش محتاج يعمل اكسس على الـ على الملف ده. طب حلو هتحط الكمبيوتر فين؟ هتحطه هنا ولا هنا ولا احطه هنا في الاتش ار ولا احطه فين؟ طب ما ده اصل انت لو حطيته في الاتش ار حطيت الكمبيوتر هنا في الاتش ار لحظه بس طب ده هيحتاج حاجه طب هينزل طب حطيته هنا طب ما هو كلهم بيحتاجوه تمام. يعني اوضه الارشيف زمان كانت مكان واحد مش بس لازم بيبقى عليه موظفين عليه موظف اسمه موظف الارشيف تمام. فانت تحب تاخد اي معلومات بتطلبها منه تمام. جيت بقى ابتدت تظهر ظهر الاول الكمبيوتر ده كان ظهر ان انا طب والله يا احمد طب انا ممكن اعمل حاجه. هو مش كل موظف من دول عنده كمبيوتر؟ كل موظف من دول مثلا مطلوب منه يعمل ملفات مش عارف ايه ابتدت عنده كمبيوتر بيهندل عليه الشغل بتاعه ولا اه. طب ما ايه رايك يا احمد ان احنا لو جينا عملنا جهاز اوكي كمبيوتر شايل الملفات شايل الملفات دي اوكي تمام وكل يعرف يعمل اكسس على الجهاز ده مش فكره؟ صح ولا يا جماعه؟ مش فكره؟ اعمل جهاز مركزي سنترلايزد والكل يدخل عليه صح؟ طب تمام. طب انت هتربط الاجهزه دي ازاي؟ هتربط الاجهزه دي ازاي؟ من هنا بقى جت النتورك. النتورك في ابسط المعاني بتاعتها هي التكنولوجي اللي بتعلمك ازاي تعمل كونكتنج ما بين تو بيرز. يعني ايه تو بيرز؟ يعني ما بين جهازين. ما بين جهازين، ما بين اي جهاز في جهازين كمبيوتر. ابسط حاجه في البيت عندك. بلاش البيت، لو انت مثلا زمان لما كنا بنحب نلعب ميدل اوف اونر ومش عارف ايه والكلام ده، تمام؟ طب حلو، فاحنا بنروح السايبر، اوكي؟ ونقول بص خش على الروم الفلانيه، خش على كذا، احنا عملنا كونتاكت على النتورك اللي معموله في السايبر، هو رابط او عارف ان في ناس بتحب تلعب العاب نتورك، تمام؟ فراح جاب الاجهزه كلها ربطها مع بعض، عشان يحصل كوميونيكيت ما بينهم في الجيم دي او الجيم دي او الجيم دي او الجيم دي، تمام؟ دي ابسط حاجه النتورك. انا بقول طب عندك في البيت لو انت مثلا جيت مشترك انت في راوتر هناخد قدام ان الراوتر اللي عندك ده ما اسموش راوتر هو اسمه اسمه كومباكس سوليوشن. احمد نصب قال لك كده صح كده. الراوتر ده عارف اقول لك ايه؟ عارف جهاز الريسيفر؟ انا عندي جهاز الريسيفر في البيت يعني في المساحه دي تمام. جهاز الريسيفر الراوتر اقل حجم راوتر سيسكو او جونيبر او اي حاجه قد المساحه اوكي. انا بس عشان المكان ما ينفعش اجيب بروجيكتور وكده فكنت عايز اوريكم شويه صور وكده ان احنا برضه هناخد جزء الكيبلنج الكابلات وكده. فالراوتر اقل يعني اقل حجم راوتر في مساحه الترابيزه دي حاجه فخمه. في سويتش عندنا في الشركه كان من اسبوع كده كان يوم الثلاثاء اللي فات. فانا السويتش ايه بقى؟ من هنا لهنا تمام؟ ومن هنا لهنا تخيل؟ والله قد المساحه قد ال يعني مثلا ده يعني قدها بالظبط كانت الحجم بتاعها وصوته يرعب صوت المراوح بتاعته اساسا ليه 2 باور سبلاي بنحطهم تحت كده 2 باور سبلاي وكل واحد طالع منهم كابل ونحطه تسمع صوت يعني الاي بي روم اما تيجي تحط فيها ما يعني اول مره مش هتعرف تشتغل. لو انت اول مره تدخل اي تي روم اول مره مش هتعرف تشتغل. ثالث مره خلاص بقى انت جدتك نحست تمام. جدتك نحست استحملت البرد استحملت الدوشه تمام. انت صوت السيرفر يعني تخيل صوت الكمبيوتر صوت السيرفر اعلى منه. فتخيل انت انا كنت في اي تي روم اقل حاجه 14 سيرفر تمام. فكانت ماساه يعني تمام. فاحنا بدانا نتكلم يعني احنا بدانا السيشن بان احنا بنتكلم عن ايه؟ اتكلمنا عن النتورك ظهرت ليه؟ انا بقى اقول لك الراوتر اللي عندك ده اسمه كومباكس سوليوشن. ده عباره عن كذا جهاز في بعض. الراوتر تحدي ذاته في راوتر حسب ما سيسكو بتقول لك الراوتر معناه ايه وجينيفر الشركات كلها اتفقت على الراوتر ده معناه كذا كذا. دي اقول لك مثلا السيشن الجاي او اللي بعده تمام؟ فمثلا الجهاز اللي عندك اللي هنسميه راوتر لحد كمان كام سيشن لما نكبر شويه في النتورك ونعرف ايه ان الجهاز ده اللي عندي في البيت ده يا ماما يا بابا تعرف ان الجهاز ده مش شاطر. زي مثلا لما اجي اديك سيشن في الفويب هقول له او خليك تكلم والدك في التليفون تقول له بابا تعرف الصوت اللي انا بكلمك ده مش صوتي اصلا. فاهمني؟ بعض الكونسبت هتاخدها هتغير مفاهيمك خالص تمام؟ حلو. فالراوتر اللي عندك ده ادي راوتر جهاز اهو طالع منه انت جارك تمام؟ مش عارف فلان الفلاني عم احمد بتاع ايه؟ مش عارف ايه؟
وصلته على بعض خلاص عملته النت تمام كده. اسم النتورك اللي انتوا فيها دي اسمها لان لوكال اريا نتورك لان شبكه محليه. انت عندك حاجه اسمها نتورك وعندك حاجه اسمها انترنت نتورك او لان وحاجه اسمها وان تمام. ايه الفرق بين النتورك والانترنت نتورك تمام؟ النتورك يعني ما دام انت موجود هنا ما خرجتش لحته فيها راوتر تاني يبقى انت كده في اللان. انت كده في اللان تمام. طب لو انت خرجت لحته فيها راوتر تاني ابسط مثال لما تيجي تدخل على فيسبوك تطلع فيسبوك تعمل اكسس على فيسبوك طب انت كده بتطلع بره النتورك بتاعك صح كده؟ تطلع بره النتورك بتاعك كده سميت اسمها انترنت نتورك او وان. سيرفر الفيسبوك حد يعرف مكانه؟ الداتا سنتر بتاعت الفيسبوك هي مش موجوده فين؟ هي موجوده في السويد تمام؟ تمام؟ عندهم داتا سنتر كده. انا نفسي اجرب يعني ادخل داتا سنتر بتاع فيسبوك. تخيل بقى فوق ال يعني فيسبوك عندهم فوق ال 50,000 سيرفر. انت مستغرب ليه؟ هو انت متخيل الصوره اللي بتطلعها على الموبايل بتتخزن فين؟ يا جماعه انا عايزكم برضه تفكروا كل حاجه تفكر كل حاجه تتعامل بيها الكمبيوتر فكر هي بتتعمل ازاي؟ الصوره اللي انت بترفعها بتتخزن فين؟ ما سالتش نفسك؟ ما هي دي مساحه دي داتا هتتخزن فين؟ فيسبوك لو جاب سيرفر واحد 3 تيرا طب 4 تيرا 10,000 تيرا مش هيكفي. ما هو اكتر من نص مليار بيخشوا يوميا في نفس الوقت صح كده؟ طب تمام. فالنتورك تكنولوجي حلت لي شويه مشاكل في البيزنس، حلت لي مشاكل كتير ده فوق المشاكل اللي حلتها في البيزنس. هقول لكم مثلا مثال، شركه بترول بدون ذكر اسامي يعني عايزه تعمل يعني كانت موقع في الصحراء اوكي تنطيب. طب هي عايزه تعمل يعني مثلا ادي مقر الشركه مثلا في اسكندريه مقر الشركه اوكي وهنا ولا مكانها في الصحراء تمام. هنا وليكن ده مثلا ساتلايت شغال دبان انا مش عارف فهنحط هنا تمام هنا ممكن تجيب بس الشاي لحد دلوقتي شويه اللخبطه دي الشخبطه دي فهمتوا؟ تمام. يعني قلنا شركه بتعمل تنظيم بترول مثلا في الصحراء الغربيه تمام والمقر بتاعها في اسكندريه. طب هيكونتاكتوا مع بعض ازاي؟ هتقول لي تليفونات بقول لك حلو ماشي. طب انت لو عايز تبعت تقرير هتبعته بالتليفون ازاي؟ طب تمام. النتورك حلت لك المشكله دي برضه. النتورك حلت لك المشكله دي، التكنولوجي دي حلت لك المشكله. اقول لك ببساطه اللي بيحصل كالاتي وده انا هاخدها ان شاء الله قدام يعني وهاخد حاجه اسمها فريم ريت. ادي جهاز كمبيوتر موجود فيه المنطقه بتاع الشركه طالع للراوتر تمام. الراوتر ده طالع الراوتر ده بيبعت اشارات لاسلكيه لطبق عامل زي طبق الدش كده تمام. طبق الدش بيستقبل الاشارات دي يقوم مطلعها في القمر الصناعي. فالشركه الموجوده بقى مقر بتاع اسكندريه عندها طبق تاني فتستقبل الاشارات دي يدخل على المقر بتاعها. ده ابسط حاجه ابسط حاجه في يعني من ضمن الابلكيشنز اللي بتحصل في النت. في كذا حاجه الفايبر الواتساب النت اسمه نتورك اوف نتوركس اسمه كده نتورك اوف نتوركس تمام. هو النت ظهر ازاي؟ حد يعرف بتاع انتوا كده؟ لو خدنا مثال الفيسبوك يبقى احسن على فكره لو فيسبوك بدا في الجامعه بتاعتهم. لا ما انا هقول لك النت. بص الفيسبوك ظهر والنت موجود. ايوه لا ما ينفعش اسمعني انا عايز افهمك النت ظهر ازاي فما ينفعش اقول لك الفيسبوك لانه ظهر والنت موجود. يعني اتبنى على اساسات النت الموجوده لكن انا هقول لك النت نفسه ظهر ازاي تمام. ظهر ازاي مش حد قالك يعني هو جامعه لا خالص في مرافقين عمليات عسكريه كانوا عايزين يتاسسوا صح. وزاره الدفاع الامريكيه وزاره الدفاع الامريكيه ايام الحرب البارده مع الاتحاد السوفيتي اللي انا بتكلم فيه ده ايام الحرب البارده وزاره الدفاع الامريكيه من السبعينات يا جماعه النتورك دي موجوده اوكي بس مش اي بيت مفيش بيوت فيها نتورك. النتورك دي بقت بتربط المواقع مثلا المواقع العسكريه للجنود. وزاره الدفاع بقى عندها الكمبيوتر بقى ما شاء الله تدخل له اوضه كامله الكمبيوتر موجود جوه الاوضه دي يعني الاوضه دي مخصوصه للكمبيوتر ده بس تمام. وتخش مش عارف تعمل بيانات كده عشان تبعت للموقع الفلاني كذا وكذا وكذا. وزاره الدفاع على مستوى امريكا القواعد العسكريه مرتبطين مع بعض النتورك اساليب
ريكوج يعني ايه كوميونيكيشن؟ كوميونيكيشن ما بين ايه؟ تو بيرز. تمام؟ يعني انا عايز اعمل كوميونيكيشن ما بين كذا بير بقى، كذا جهاز، كذا موقع. تمام؟ وزارة الدفاع بعد ما انتهت الحرب الباردة، تمام؟ وزارة الدفاع قالت فكرت طب هي التقنية دي، طب ما تيجي مثلا انا مثلا مكاني فين؟ في واشنطن، طب ما تيجي اطلع اوسع اعمل اكسباند النتورك بتاعتي للناس اللي حواليا في الشوارع يعرفوا يدخلوا فيها، وانا هخصص لنفسي نتورك خاصه بيا. تمام؟ فابتدت واشنطن طلعت على نيويورك، اريزونا، كاليفورنيا، لوس انجلوس، كذا 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 لحد ما اتربطت كلها ببعض، بقى وزاره الدفاع خصصت نتورك خاصه بيها وعملت نتورك للبابليك. عملت نتورك للبابليك في اوروبا. طب ايه ده؟ طب احنا بنربط اوروبا برضو. تمام؟ برضو اوروبا اتربطت بامريكا عن طريق الكابلات البحريه الفايبر. تمام؟ وهكذا. اسيا خدت، شمال افريقيا خدت، مش عارف ايه، هو ده النتورك. مفيش حاجه يعني، انا واحد جاي يقول لي بيسالني هو النت ده مكانه فين؟ يعني ايه مكان النت فين؟ فاهمني؟ بس يعني النت ده مش حاجه هي كرييتد، لا هو يعني حاجه اتعمل. يعني انا عملت معاك مثلا نتورك، وانت رحت عملت مع احمد يونس، مش عارف راح عمل مع احمد ابراهيم، وبعد كده كذا 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 كذا، وقعدنا نوسع 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 لحد ما سالت العالم كله. بس فبقينا احنا بقيت لما تيجي تجيب يعني مثلا انت عزلت، مفيش حد معندوش نت، بس انت عزلت الحته بقى لسه تركب خط تليفون وبتاع، تركب خط تليفون وتقول لي سنترال وصل لي وصله نت معاه، هتفهم كل الكلام ده معناه ايه؟ عشان انا عايز اخش على النت. يعني ايه عايز اخش على النت؟ يعني انا عايز اخش على النت ورك اللي ضم العالم كله. فهمتوا النت اساسه ايه؟ تمام؟ في ناس متنحيه لو فهمتوا؟ طب تمام كده. طب في احنا كده عدينا اول نقطه. سيسكو، جونيبر، مايكروسوفت، سريكم، اوراكل، اوراكل داتا بيس صح؟ لا اوكرانيا. تمام؟ الشركات دي موقعها في المتعرف يعني في النتورك. الشركات دي هي اللي بتتعامل، هي بتشتغل في النتورك. بس يعني سيسكو بتعمل ايه؟ مايكروسوفت بتعمل ايه؟ جونيبر، ولا هل هما بيعملوا نفس الحاجه وفي كومبيتيشن بينهم؟ ولا هو في كومبيتيشن بس مش ما بين كلهم، كل واحد يخدم في حته في النتورك. تمام؟ بس قبل ما ندخل ما نطلع قبل ما نطلع على سيسكو، مايكروسوفت، جونيبر، ثريكم، اوراكل، الشركات دي بتشتغل ازاي؟ دي متخصصه في ايه؟ دي متخصصه في ايه؟ دي متخصصه في ايه؟ تعالوا اقول لكم حاجه. هو الاي تي مش هو حسابات. الاي تي مجال من ضمن مجالات الحسابات. تمام؟ والنتورك مش هو الاي تي. النتورك مجال من ضمن مجالات الاي تي. والنتورك في حد ذاته ليه تخصصات من تحت. في فويب، في راوتنج وسويتشنج، في سكيورتي. الثلاثه اللي انا قلت لكم ان شاء الله باذن الله يعني ربنا احيانا هناخد راندوم سويتشنج، خلصنا الباكج بتاعت الراندوم سويتشنج هناخد في الويب، خلصنا الويب هناخد في السكيورتي. انا لو خلصت حاجه راندوم سويتشنج الويب، لو احنا هناخد في اجازه ممكن اخلصه معاكم الويب ده اسبوعين بالظبط. تمام؟ فانا عندي راندوم سويتشنج، عندي ويب، عندي سكيورتي، عندي تخصصات ثانيه في النتورك، حاجه اسمها داتا سنتر. تمام؟ حاجه اسمها وايرلس. تمام؟ في حاجه اسمها نتورك اوبريتنج سيستم للسيرفرات، وفي نتورك اوبريتنج سيستم للراوترات والسويتشات والاكسس بوينت والكلام ده. يعني طب تعالى اقول لك، هو انا لو جبت مثلا اما تيجي تكلمني عن اوبريتنج سيستم للجهاز عادي تكلمني عن ايه؟ عن مايكروسوفت. مايكروسوفت بتنزل ويندوز. ما ويندوز ده هو الويندوز ده عباره عن ايه؟ ادي جهاز كمبيوتر. الجهاز ده عباره عن حته حديده. انت الويندوز لما بيقع معاك بتعرف تخش على فيسبوك؟ ولا بتعرف تعمل اي حاجه؟ ما اصل السوفت وير اللي كان بيخليك تعرف تعمل اي حاجه بقى مش موجود، فاتحول عندك لحته حديده. صح؟ طب انا كنت زمان انا اتعلمت سيستم ويندوز وانا في ثانيه ابتدائي. تمام؟ كان 95. تمام؟ كان زمان بقى ايه ابن خالتي اول ما مثلا ويندوز يقع، تمام؟ يقعد يستنى لي خمس ست ايام، تمام؟ لحد ما انا مش عارف استخدم الكمبيوتر مقفول. ما هو حته حديده خرده. تمام كده؟ طب حلو قوي. السوفت وير اللي بيحول لك حته الحديده دي لحاجه تعرف تشتغل بيها، ما هي الحديده دي ها فيها رامات، فيها بروسيسور، فيها كارت شاشه، اسمه النت كارد. تمام؟ فيها هارد درايف، فيها سي دي روم، يعني في ريسورسز، في ريسورسز. تمام؟
الاوبريتنج سيستم هو اللي بيخليني اعرف استخدم الريسورسز دي صح. هو اللي بيخليني اعرف استخدم الريسورسز دي. حلوة قوي. مايكروسوفت هي الشركه رقم واحد في الاوبريتنج سيستم للاجهزه تمام. سيسكو بتصنع ايه؟ سيسكو بتدخل في مجال مثلا الراوتر السويتش. سيبك من مجال سيسكو في الكلام ده، انا اتكلم على الراوتر عادي. الراوتر ده مش حته حديده، لازم له ايه؟ اوبريتنج سيستم. طب تمام. اوبريتنج سيستم بقى في اوبريتنج سيستم مش عارف دي لينك وفي لينك جير وفي كذا كذا كذا، بس لازم الحديده دي يكون ليها اوبريتنج سيستم يشغل يخليني اعرف استفاد وكوميونيكيت مع الحديده دي صح كده. طب تمام. السويتش الاكسس بوينت او ايه الاكسس بوينت ده؟ الاكسس بوينت تمام. وايه الاكسس بوينت ده؟ الاكسس بوينت ده بوصله الراوتر بالاكسس بوينت اوكي، عشان اي حد معاه لاب مش معاه سلك يعرف يكومنيكيت عنه. هو بياخد النت مثلا، انا متصل بالنت اوكي، فالراوتر بيبعت له داتا وهو فانا قاعد باللاب اوكي. انا قاعد باللاب اوكي، دي شكلها غريبه ماشي. فده برضه النت كارد الوايرلس كارد اللي جوه اللاب بيطلع اشارات تمام. يعني مش عايز برضه اتوهك. الاشارات دي على فريكوانسي محدده. الاشارات دي على فريكوانسي محدده تمام. دي مثلا ليها كذا خاصيه، واحد اثنين ثلاثه، احنا مش هنتكلم على الخصائص دي، برضه لازم يكون لها نفس الخواص بتاعتها، الموجات دي والموجات دي، عشان يعرفوا يعملوا كوميونيكيت يقروا بعض تمام. ده وظيفه الاكسس بوينت، يعمل لك اكسبانجن للنتورك بتاعتك بس وايرلس كده من غير ايه؟ من غير سلك اوكي. فالاكسس بوينت جهاز حته حديده محتاج ايه عشان يشغل؟ اوبريتنج سيستم. حلو قوي كده. عندنا في النتورك مستويين، مستوى الاوبريتنج سيستم ومستوى الهاردوير، مستوى السوفت وير ومستوى الهاردوير تمام. سيسكو احمد جوز بقى ده الراجل ده، يعني ده ان شاء الله هيديكم مراجعه. يعني هنعمل ايه نظام الكورس؟ هنشرح نظري وعملي، مراجعه، حل امتحانات للي عايز يخش الامتحان الدولي اوكي. فهو اللي هيديكم مراجعه تمام. احمد سيسكو بتشتغل في الهاردوير ولا السوفت وير؟ طب تمام غلط، بتشتغل في الهاردوير تمام، عشان اثبت لهم يعني ان انا هطلع واحد. طب اقول لك يعني هو سيسكو بتشتغل في الـ بتشتغل في الهاردوير صح، بتنتج ايه روترات وسويتشات وكده. طب بالاي او اس ده ايه؟ اوبريتنج سيستم صح كده تمام. يبقى بتشتغل بالسوفت والهارد. ايه الاي او اس اللي انا لسه قايله عليك؟ مش انا لسه قايل لك ان لازم اوبريتنج سيستم ينزل على الراوتر وكذلك السويتش؟ ده رمز السويتش، لازم السويتش. لا 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 لا، سيبك من الاي او اس بتاع الايفون تمام. ده الاي او اس ده اختصاره، الاي او اس اختصاره انتر نتورك. فاكتب ورايا كده عشان مش هتعرف تقرا الخط ده، انتر نتورك اوبريتنج سيستم. غير الاي او اس بتاع الايفون، دي حاجه ثانيه. ده اوبريتنج سيستم الايفون، نوكيا برضه، الاندرويد مش ده اوبريتنج سيستم بيخليك تعرف تهندل الحته الحديده اللي معاك دي تمام. سيسكو بتصنع راوترات، بتصنع سويتشات تمام، بتصنع اكسس بوينت. بتصنع ايه؟ اكسس بوينت تمام. بتصنع اي بي اس، الاي بي اس انتروجن بريفنت سيستم. الاي بي اس ده عامل بالظبط زي الفاير وول. يعني ايه الفاير وول؟ هناخد الفاير وول ده قدام، هناخد ده في السكيورتي. ده جهاز، ده مش برنامج. حتى حاضر السؤال اللي انا كنت حاطه على الفاير وول بقالي اسبوعين كده، لقيت اجابات تفرح تمام. الفاير وول يا جماعه ليه هارد وليه سوفت. الفاير وول ده اساسا هارد وير وسوفت وير. سيسكو بتنتج جهاز في الشركات الانتربرايز، في الشركات الانتربرايز ما بيتعملش، ما بيعملش ديفنس للاتاك بتاعت الهاكرز بالفاير وول السوفت لانه ضعيف. بيجيب جهاز كده شبه زي الراوتر كده، جهاز كده تمام، بيفلتر الداتا اللي رايحه واللي خارجه تمام، بيفلترها تمام. وفي جهاز تاني اسمه اي بي اس، ده اخوه اوكي، ده اخو الفاير وول. في جهاز تالت اسمه يو دي ام. اليو دي ام ده اعلى جنس السكيورتي. اليو دي ام ده عباره عن انتي فايروس، انتي سبام، فاير وول، اي بي اس،
كل ده مخترع في جهاز واحد. جهاز يعني خرافي تمام؟ اساسكم بتصنع نتورك هاردوير برودكتس تمام؟ برودكتس وبتصنع كمان الاوبريتنج سيستم بتاعتها تمام؟ بس في حاجه سيسكو في مجال النتورك في الهاردوير ممكن تنافس، يعني ممكن شركه تشتري راوترات وسويتشات مش سيسكو تمام؟ بس لان سيسكو يعني هي رقم واحد في النتورك برودكتس، هي رقم واحد، بس ممكن شركه تشتري راوترات وسويتشات شركه ثانيه بنفس سيسكو، هنقول الشركات دي قدام تمام؟ بس لا يمكن تلاقي شركه بتنافس سيسكو في الاوبريتنج سيستم اللي بيظهر على راوترات وسويتشات، لا يمكن. هي رقم واحد، هي اول شركه تنزل اوبريتنج سيستم للراوترات والسويتشات في الاي او اس، اول شركه، ومفيش حد يقول عليها. اسال اي نتورك انجينير يقول لك انا بحب اشتغل على الراوترات والسويتشات سيسكو اكتر من سويكام او دي لينك تمام. هو ايه اللي بيميز الاي او اس؟ ايه اللي بيميز الاي او اس مخليه كده احلى اوبريتنج سيستم؟ يعني الناس كلها اي واحد شغال نتورك بيرتاح على الاي او اس. اول حاجه الاي او اس بيعتمد على حاجه اسمها كوماند لاين. انت عندك في الـ يعني برضه الناس اللي هتدخل مايكروسوفت او كده، انت عندك الاوبريتنج سيستم نظامين، في نظام الكوماند لاين، في نظام الجوي جرافيك يوزر انترفيس. جرافيك يوزر انترفيس، سؤال، الاوبريتنج سيستم ممكن يكون كوماند لاين، ممكن يكون جرافيك يوزر انترفيس. الويندوز اللي عندك ها ده ايه؟ هو ده سي ام دي ولا جوي؟ هو جرافيك يوزر انترفيس. ده انت بتظهر قدامك، هو ايه اللي بيحصل؟ اقول لك كده. انت مثلا عايز تخش على ماي كمبيوتر، اوكي؟ عايز تخش على ماي كمبيوتر على الديسكتوب، اوكي؟ طب انت لو على الجوي بتشوف منظر بتشوف شكلها اهي، وكليكتين وتخش. في السي ام دي بنقول له امر كتابة انه يدخل على المايك كمبيوتر. هل انت فيجوالي شايف المايك كمبيوتر؟ شايف شكلها وكده؟ تمام؟ زمان كانوا بيشتغلوا على فكره ما كانش فيه الجوي ده، ما كانش موجود، كانوا بيشتغلوا كله على السي ام دي، على الكوماند لاين بتاعت الدوس. تمام؟ التعامل مع الريجستر بتاع مايكروسوفت. الاي او اس ده ولا ده؟ الاي او اس ده. هتقول لي ايه ده يا احمد؟ ازاي مهندسين الشبكات بيرتاحوا يعملوا يشتغلوا على الراوترات والسويتشات سيسكو لان عليها اي او اس تمام؟ وده كوماند لاين. طب يعني ايه اللي الميزه؟ طب ما بالجوي اريح. هو انت تشتغل على الويندوز بشاشه الدس فقط احسن ولا انك تشتغل بالجرافيك يوزر انترفيس؟ صح؟ صح كده؟ طب تمام، اقول لك حاجه، هو الصراحه من ناحيه الاستابيليتي، يعني من ناحيه الاستابيليتي الويندوز ده مش ممكن يقع؟ صح؟ تمام، يحصل له كوربشن اي حاجه؟ من ناحيه الاستابيليتي اللي هي استقرار الاوبريتنج سيستم، من ناحيه السكيورتي، من ناحيه السكيورتي انت عارف عامل زي ايه؟ يعني من ناحيه الاستابيليتي والسكيورتي السي ام دي احسن افضل. ليه؟ السي ام دي ما فيهوش داتا كتير، ما بتتحملش عليه داتا كتير. بس اللينكس جرافيك يوزر انترفيس برضه فاهمني؟ اللينكس جرافيك يوزر انترفيس بس اللينكس جرافيك يوزر انترفيس بس ايه اللي مميز اللينكس عن ويندوز؟ الناس كتير بتتجه له اولا الاستابيليتي بتاعته عاليه كل الكلام ده، ثاني حاجه عشان هو فري ما بتاخدش عمل الليسنس تمام؟ في شركات دلوقتي يعني متانه يعني تجيب تحط لينكس سيرفر على السيرفرات بتاعتهم بدل مايكروسوفت. سيبك يقول لك استابيليتي ومش عارف ايه، طب ما انت ممكن تعمل استابيليتي على ويندوز سيرفر ده بيعتمد على طريقه المهندس اللي عامل الويندوز، بس يقول لك لا بس اصل ده فري اسكت بقى بلع حاجه تمام. فهو اللينكس يعني فري، دي حاجه انا عايز اقول لك يعني بتوفر للشركات كتير جدا، بس مش اي حد يتعامل معاها. عشان كده كورسات اللينكس ضعف كورسات سيسكو، تمام؟ ضعف ثمن كورسات سيسكو، ضعف اقل حاجه 4000 مثلا. لو انت عايز تخش امتحان طبعا النبي كده كورس زائد امتحان كورسات ب 6000، واساسا قد ايه بيشتغلوا باللينكس؟ في اليو اس اي 90% من الماركت الانتربرايز ماركت في اليو اس اي احصائيه 2013 كلهم بيشتغلوا بمايكروسوفت كلهم 90%. تمام؟ طب حلو، انت عندك مستويين سي ام دي كوماند لاين وجوي. ده ليه بقى؟ ليه الاستابيليتي بتاعته عاليه؟ اولا عشان مفيش بقى واجهات، مفيش داتا، اصل الواجهه الجرافيك دي مش داتا. اما تيجي يا جماعه مين اللي اشتغل فوتوشوب؟
اما تيجي تعمل فايل تمام سي ام واي كي عملته قبل كده؟ طب تمام. اما تيجي تعمل فايل مثلا مش بياخد معاك مساحه بيطلع مثلا في فايلات انا كنت بشتغل جرافيك ديزاينر كان في فايلات بتخش الواحد جيبه الفايلات اللي بتخش عليها بقى الديزاينات اللي انت تنزلها للاعلانات اللي هتطبع تمام دي بتخش 1 جيجا مساحه الرسمه اللي انت بتعملها على الكمبيوتر دي مساحه تمام فالجوي مساحه تمام فاما تيجي بيحصل فيه عمليه بروسيسنج هنا بيحصل بروسيس ما بين الريسورسز كله بيكلم بعضه وفي بقى ايه بلوكات بقى بلوكات يعني في عارف حاجات مكعبره كده في النص اللي هي الجرافيك الداتا بتاعت الجرافيك الجرافيك انترفيس تمام السي ام دي في الكلام ده لا تمام مش كده السي ام دي استابيليتي بتاعته عاليه تمام الفيرنرابيلتيز يعني ايه فيرنرابيلتيز يعني نقط الضعف فيرنرابيلتيز دي كلمه تسمعها كتير جدا خصوصا لما تخش السكيورتي الفيرنرابيلتيز في السي ام دي اعلى من الجون ليه لانك انت مش اي هاكر بيعرف يتعامل مع اي نظام كوماند لاين هو انا اسهل لي انا مثلا عشان اعرف هو الكوماند لاين بتاعت لينكس هي ويندوز يعني لينكس على فكره ويندوز ممكن تشتغل بالكوماند لاين ممكن تمام طب ولينكس نفس الكلام هل اوامر ده زي ده يعني هل اوامر لينكس تمام زي ويندوز طبعا في ناس هيشوف الفيديو ويجي يبعت لي يقول لي يا احمد اوامر لينكس هتعرف تطبق على ويندوز بس انت عشان لسه في الاول اما نكبر ايه اما نكبر في النتورك هتدبوا ان ممكن اوامر دي تركب على دي لكن العكس غير صحيح تمام ايا كان اما اوامر دي ما بتركبش على دي ولا دي بتركب على دي تمام فالهاكر عشان يخش على ويندوز ومعمول عنده بنظام الكوماند لاين هيحتاج يعمل ايه يتعلم الاوامر الاول صح عايز يخش على لينكس يتعلم اوامر جديده تمام فعشان كده ده من ضمن الحاجات اللي بتخلي النظام بتاع السي ام دي الكوماند لاين اوبريتنج سيستم بيخليها النقط الضعف بتاعتها اقل بكتير من جرافيك يوزر انترفيس الهاكر بيقدر يشوف الشاشه السوداء قدامه شويه كلام مكتوب تمام بينه وبينك الكوماند لاين موقف بس في سيسكو غيرت كل معاني الاكواد اللي بتكتبها في شويه حاجات يعني عارف انت ممكن تعمل كونفجريشن للراوتر تمام باوامر تعملها بالظبط 5 دقايق لو نفس الكونفجريشن عملتها على السي ام دي بتاع الويندوز بتاخد لك كام وقت في ساعتين ثلاثه لو بفرض يعني الاوبريت يعني الاوامر هي هنا هي الاوامر هنا سيسكو عامله نظام يعني سهل جدا 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 في كتابه الاوامر اما ندخل ان شاء الله في سيشن 4 او سيشن 5 في العمل تمام الشركات طب احنا اتكلمنا على سيسكو بتتعامل ايه في نتورك برودكتس الهاردوير وكمان الاوبريت سيستم بيشغلها تمام جونيبر بتعمل ايه جونيبر على فكره شركه مشهوره جدا تمام وهي المنافس الاول لسيسكو جونيبر هي سيسكو في نفس كل حاجه بنزل اوبريتنج سيستم وايه وكوماند لاين وكوماند لاين اوكي وبرده بتتعامل بعد مع في النتورك ديفايسز تمام طب ما طبعا قلت لكم جونيبر هي المنافس الاول لسيسكو بس لما تيجي تقارن بين الاثنين طبعا سيسكو تغلب في الاوبريتنج سيستم ولا حاجه وكمان النتورك ديفايسز الاستابيليتي بتاعك مش لما تيجي عندك شركه كبيره الدقيقه لو النتورك بتاعتهم داون لمده دقيقتين ثلاثه دي بفلوس يعني انا سايت رحته تمام السايت اللي هو مدرسه دولين الجزائر من قيمه كام يوم نظام التليفونات بتاعهم كله وقع التليفونات كل علاقه التليفونات بالنتورك تمام بقول لك مش النتورك بيربط كذا جهاز ببعضه هكذا النتورك بيربط التليفونات بس من نوع ايفون برضه سيسكو بتنتجها ده موضوع سي سي ان الفويب تمام المهم التليفونات كلها وقعت تمام فبالتالي اللي عايز يتكلم يطمن على ابنه في المدرسه او كده او اللي عايز يستفسر على المصاريف او كده مش عارف يتصل التليفونات وقعت والموظف اللي عايز يروح لموظف مش عارف يتصل تمام فانت عندك الدقيقه بثمن انا يعني في كان كتاب سي اتش ده كتاب جامد جدا في بيتكلم عن بيتكلم عن شهاده اسمها سي اتش ده في مجال السكيورتي باذن الله يعني ان شاء الله لو شفته يدخل في مجال السكيورتي يخش السي اتش على طول. كان جايب كده يعني حاجه كده مقاله كده كان بيقول ايه بيقول جايبها من جريده بيقول لك الشركه وقعت فيها نتورك لمده يومين تمام النتورك وقعت لمده يومين تمام نتيجه الهاكرز دخلوا على النتورك ووقعوها
حلو. انا نزلت بقى جروب على فكره تمام. الشركه دي بتتعامل في الريموتات بتاعه التلفزيون وشركه صينيه وبتكسب ملايين تمام. ففلان اللي في الدوله الفلانيه بيعمل اوردر على الموقع بتاعها, فلان الثاني على الموقع بتاعها. ما هو الموقع ده يعني نت, ونت يعني ايه نت تمام. وده بيعمل اوردر وده بيعمل, وقع لمده مثلا يومين. انا شاكر المده, وقع لمده مثلا يومين اوكي. خسرت الشركه قد ايه؟ المهم التجار لقوا موقع داون فمش عارفين يعملوا الاوردرات بتاعتهم, خساره خساره عليهم. راحوا رفعوا قضيه على الشركه تعويض ب 2 مليار تمام. المحكمه بعتت للشركه, الشركه جت قالت للمحكمه والله انا في هكرز دخلوا عليا انا ذنبي ايه تمام. راحت المحكمه بعتت اي تي تكنيكالست في السكيورتي قعدوا حللوا النظام بتاع النتورك, هل هي استابيلتي بتاعتها عاليه, هل السكيورتي بتاعه مظبوط, لقوا في تقصير من جانب السكيورتي تمام, من جانب السكيورتي في تقصير جامد تمام. وفرضوا غرامة على الشركه يعني النتورك داون. وشوف خسرت قد ايه. فالشركه بتبقى عندها اشتري اجهزه غاليه بس يكون فيها استابيلتي استقرار ما تقعش كتير, ولا اشتري اجهزه رخيصه بس انا مش ضامن هتبقى معايا. الشوس الاولاني طبعا في مجال الماركت, الشوس الاولاني تمام. سيسكو اعلى من جينيبر واعلى من كل الشركات اللي بتعرف انت بتبص من حيث الاستابيلتي. عشان كده اجهزتها غاليه جدا, اجهزتها غاليه جدا. يعني انا ممكن ان شاء الله احط لكم لينك كده للجروب بيتعرض عليه راوترات وسويتشات سيسكو. بس ارجوك اما تخش اعرف الكلمه اللي قولها لك, الثمن اللي هتشوفه ده الراوترات مش تعملها. اقل سويتش ب 5000 4000 جنيه مستعمل تمام. اقل روتر ممكن تلاقيه لو اشتغل معاك كويس 7000 مستعمل تمام. حلو. مايكروسوفت احنا اتكلمنا عن سيسكو وجينيفر. مايكروسوفت بتتعامل في ايه؟ اولا مايكروسوفت هل هي في النتورك في الهاردوير ولا السوفت؟ السوفت وير السوفت تمام. بس مايكروسوفت يعني بتعمل اوبريتنج سيستم, بس هل بتعمل اوبريتنج سيستم للسويتشات والراوترات؟ لا. يبقى هل بتنافس سيسكو اصلا؟ ليه؟ لان اول حاجه النتورك ديفايسز مايكروسوفت ما بتنتجش نتورك ديفايسز. طب تاني حاجه الاوبريتنج سيستم للراوترات والسويتشات مايكروسوفت ما بتنتجش للراوترات والسويتشات. الاوبريتنج سيستم للراوترات والسويتشات تمام. بس بتنتج ايه؟ اوبريتنج سيستم للكلاينتس اللي هو يعني ايه كلاينتس؟ جهاز الكمبيوتر بتاعك ده اسمه كلاينت. حاجه اسمها سيرفر, حاجه اسمها سيرفر تمام. السيرفر ده فاكرين لما كنا بنتكلم عن البنك اللي شايل, قلت جهاز كمبيوتر شايل الارشيف تمام. الجهاز ده اسمه سيرفر, ما بيجيبوش اي جهاز عادي تمام, ما بيجيبوش اي جهاز عادي تمام. لازم يجيب جهاز يعني اقل سيرفر ممكن تلاقيه يعملوا بحدود مثلا في سيرفرات تخشها في 50 مش عارف 80 70000 ورامات ما تعدش بقى اربعه. في انا في سيرفر اشتغلت عليه في سايت كان 64 جيجا رام تمام. والهارد بقى حاجه ثانيه بقى, ويعني بص اخر حاجه وجهاز ما ملوش حل تمام. بس ليه؟ اصل السيرفر ده اولا عصب الشركه يعني الفرد انا البنك. لو السيرفر ده وقع حتى انا اخش على الملفات بتاعه الموظفين وبتاعه العملاء وكده؟ لا تمام. يعني استخدام السيرفر في ايه مثلا؟ اشيل داتا عليه. حاجه ثانيه السيرفر بيشتغل في ايه كمان؟ اشيل الويب. شركات الهوست مش بقولك شركات الاستضافه, لو انت عامل موقع على فوتوشوب وجيت برمجته على دريم ويفر اتش تي ام ال اس 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 بي اتش بي مش عارف ظبطته كله, صحابك هيقولوا على الموقع ازاي؟ لازم تديه لشركه استضافه. شركه استضافه بقى بتعمل ايه؟ شركه استضافه بيبقى عندها سيرفر تمام. السيرفر ده عليه حاجه اسمها اي بي. الاي بي اختصار للانترنت بروتوكول. الاي بي هو العنوان بتاع الجهاز. بعد كده ان شاء الله هناخد الاي بي ده العنوان بتاع الجهاز. احيانا المولى لو احنا مثلا لو انجزنا يعني ممكن ندخل في الاوسر مود ونخش على الاي بي معناه تمام. عنوان الجهاز. الفكره ان انت كواحد ما انت تقول لي احمد طب انا متوصل على النت, اقول لك طب تمام ايه المشكله؟ اقول لي هو مش هيكون ليا اي بي؟ اقول لك لان يستحيل ان انت تكومينيكيت على النت بالاي بي بتاعك. لا من غير اي بي لازم يكون معاك اي بي عشان تدخل على النت. ده الايدنتيتي. هو انت في ايام مثلا ايام يعني الثوره مش عارف ايه مثلا هيجي يعملوا حظر تجول تمام, كان اللي يتعب الليل ها على طريق الاستراد وكده تلاقي كمان ووقف كل عربيه واول حاجه يقول لك هات ايه؟ بطاقتك. فانت لا يمكن تخرج من بره البيت بتاعك من الانترنت
اللي هو يعتبر الشوارع بقى المدينه بتاعتك من غير الابلكيشن كارد. تمام؟ لو انت جيت كلمت جهاز ها الجهاز هيعرف ان هو انت ازاي عن طريق اي بي. تمام؟ الفكره ان الاي بي بتاعك في الجهاز بتاعك بيتغير كل لما بتقفل الراوتر وتفتحه تاني، او كل لما بتقفل الجهاز بتاعك وتفتحه تاني بيتغير على طول دايناميك، بيتغير على طول. هتقول لي ازاي ليه بيتغير؟ هقول لك هو الشركه اللي مدياك النت بتغيره على طول. ليه؟ اما يدخل في حاجه اسمها النت، نت نتورك ادرس ترانزليشن. تمام؟ لكن يبقى انا ممكن احمل الويب عندك ها وادخل على الجهاز بتاعك على الويب في الجهاز بتاعك بالاي بي بتاعك، بس لما تيجي تقفل الجهاز وتفتحه غير. تمام؟ الشركه الاستضافه بتشيل الويب بتاعك على سيرفر، وبرده اي حد رافع ويب تاني تحطه على السيرفر، وويب تالت تحطه على السيرفر، والسيرفر دي اي بي موحد ما بيتغيرش. ستاتيك اسمه ستاتيك، ستاتيك اي بي ما بيتغيرش. تمام؟ فده فايده من فوائد الاي بي. عشان كده على فكره الفيسبوك افتح اقفل الجهاز بتاعك من هنا لبكره هتلاقي الاي دي بتاع الفيسبوك ثابت. ثابت، السيرفر اللي شايل الاي دي. السيرفر اللي شايل الفيسبوك الاي دي بتاعه ثابت ما بيتغيرش. تمام؟ حلو. فمايكروسوفت بتعمل ايه؟ هي بتعمل الاوبريتنج سيستم اللي بيشتغل اللي بيشغل السيرفرات دي. هل السيرفر ده تعرف تنزل عليه ويندوز عادي؟ ويندوز 8، ويندوز 7؟ ما ينفعش، لازم تنزل عليه اي ويندوز. ويندوز 2003 سيرفر، ويندوز ان تي سيرفر، ويندوز 2000 ده بس زمان، ده بقى من 13 سنه. دلوقتي مايكروسوفت نزلت ويندوز سيرفر 2012. اما نزلت ويندوز 8 نزلت ويندوز سيرفر 2012 نفس الشكل نفس الشكل، بس ده بيهندل على اجهزه بامكانيات. مش انا لازم اروح يا جماعه وانا بعمل اوبريتنج سيستم اروح ان انا انزل الاوبريتنج سيستم ده على جهاز بامكانيات دي، صح؟ انت دلوقتي لو معلش انت دلوقتي لو جيت نزلت الاكس بي على اللاب بتاعك، انا اللاب بتاعك كور اي 7 رام 8، هقدر انزل عليك هنزل عليه ويندوز 6 بي؟ مش عارف. لازم الاوبريتنج سيستم تصنعه بحيث يناسب امكانيات الجهاز بتاعك، صح؟ تمام؟ فانا السيرفر لازم احط عليه اوبريتنج سيستم يستحمل الشغل بتاعه. الويندوز بتاعك على سبيل المثال، الويندوز لو جيت فتحت الفايرفوكس مش هتقدر تفتح الفايرفوكس اكتر من 5-6 ساعات ورا بعض، مش هتعرف، مش هتعرف تدخل حاجه في الجهاز. عارف ليه؟ لان الفايرفوكس عمال يقعد يستقبل داتا ويخزنها، يستقبل داتا ويخزنها، يستقبل داتا ويخزنها. بص كده وهتلاقي حد مهنج معاك لازم تقفله وتفتحه تاني. اقول لك ادخل على التاسك مانجر وشوف الفايرفوكس بيستهلك قد ايه اول ما تقعد، وبعد ساعه قد ايه من السي بي يو، وبعد ساعتين، وبعد 6 ساعات. لازم تقفل الفايرفوكس كل ساعتين. تمام؟ ليه؟ ما هو قايم قاعد على جهاز، يعني قاعد على اوبريتنج سيستم، والاوبريتنج سيستم اساسا اللي بينزل كلاينتس ما يقدرش يستحمل الجهاز بتاعك تفتحه زي السيرفر. السيرفر ده ما بيتقفلش، ده ما بيتقفلش، بيفضل مفتوح 24 ساعه 10 ساعات. يعني بص لو السيرفر بقى له 10 سنين تمام، ممكن يكون اتقفل خلال 10 سنين دي مرتين ثلاثه وتكون كهرباء قطعت. تمام؟ لكن الجهاز ده بيتقفل وتفتحه. فالاوبريتنج سيستم لازم تعمل تعمل كومباتيبلتي، يعني تعمل كومباتيبلتي ما بين السيرفر وبين الويندوز اللي هتنزل عليه الاوبريتنج سيستم. مايكروسوفت بتتعامل بقى في البرودكتس دي، بتتعامل في الويندوز اللي بتنزل على الكلاينتس. عرفنا الكلاينت يعني ايه؟ جهاز عادي. والسيرفر، وعرفنا السيرفر بيشتغل في ايه؟ في ناس تايهه. تمام. طيب تمام. وانا بس سؤالي اتفضل. حكايه القفل والفتح عشان السيرفر الاي بي بيتغير، هو ده اللي بيخلي التعديلات اللي بتخص دي نفس الحجه ولا ما يقول لك ايه؟ طب بص اقول لك حاجه، بص هو قصه قلت ايه في الراوتر بتاعك ده، هو ما بيقولهالكش عشان يضحك عليك، هي فعلا هي حاجه كتكنيكال ليها معنى. كتكنيكال ليها معنى. هو اللي بيحصل الراوتر بتاعك من كتر ما هو مفتوح ها المفروض اصول يعني ده تاخدها قدام بس قشطه انا فاهمها لكم. انا فجاه انا جهاز اهو تمام متوصل على راوتر تمام. الراوتر ده الراوتر ده متصل براوتر، الصوت يا جماعه، الراوتر ده متصل براوتر في الـ ISP الانترنت سيرفيس بروفايدر اللي هي هنا ايه؟ تي داتا. الراوتر تعرف الراوتر متبرمج على انه يقول على انه يعمل، انا بقول للراوتر يا راوتر اي اي بي تستلمه في النت يكون في النت بصيح او اعمله فورورد على الراوتر بتاع الـ ISP. بصيح زميلك اساله يعني فرضا
انا جيت سالتك بص يا معلم انا ساكن في حلوان فرضا انا يعني انا اعرف اللي في التجمع اعرف التجمع تفاصيلها الشوارع بتاعتها ايه فانا واحد جالي عندي في حلوان قال لي احمد عايز انزل التجمع او رحت اكلمه مين معايز هو الحته الفلانيه فين في التجمع صح طب الراجل بتاع نفس الكلام هيديله داتا الكمبيوتر عايز يخش على الفيسبوك تمام هيديله داتا فالراوتر مش عارف مش عارف فيقوم رصيد للراوتر بتاع الاي اس بي بتاع ايه اللي هو الاي اس بي اختصار للانترنت سيرفيس بروفايدر تمام يبصيه تمام بدي امر للراوتر بقول له يا راوتر تاني لو انت خدت اي بي عنوان حاجه انت مش عارفها اي حاجه انت مش عارفها بصيها للراوتر ده تمام الفكره الراوتر من كتر ما هو مفتوح ممكن ينسى دي الامر ده ينسى هو هيوصل لده ازاي حد صح كده عن طريق ايه هيعرف ده هو المقصود ازاي الاي بي ممكن يكون نسي الاي بي تفهمني يعني من الاخر ممكن هو كنت ماما يعني انا على سبيل المثال انا دايما ما بشتغلش على ويندوز لازم كل مثلا 4 سنين اعمل ريست لازم اعمل ريفرش للرامات فهمني رد نفس الكلام فهمني بس مش اوفر قوي يعني كل شيء ما جاله كل نفس الرد انا بكلمه انا ما بكلمش الخدمه العملاء اللي انا اصلا بتاع نتورك فانا فاهم المشكله تبقى موجوده في السنترال ولا مني تمام لكن قبل ما اتكلمه اقول له انا قفلت الرد وفتحت وساعات اللي بيرد ما بقاش الاي بي لا 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 هو بيبقى تكنيكال سبورت بس عارف الفكره ايه انت لسه صغير واحد السي سي ان حلو راندوم سويتشنج بيشغله عشان كده اي حد بنصحه ما تروح عايز تشتغل صح ما تروحش على دي داتا ولا فودافون ولا الشركات دي ما تروحش مش على روح على الشركات الثانيه ادخل على موقع سيسكو في داتابيز بالبارتنرز اللي مع سيسكو يعني ايه بارتنرز مع سيسكو الشركه سيسكو تديهم اجهزه بالديسكاونت يعني اريكسون منهم اريكسون و بي ام بي اريكسون شبكات ولا كوميونيكيشن موبايل لا طب قرايه على فكره برضه مع سيسكو دي شركه كوميونيكيشن تمام انت فاهمني شركه كوميونيكيشن تمام رايه نفس الكلام ايه تاني في شركات كتير اورنج حد سمع عن شركه اورنج عارفين ايرلاين فرانس دي شركه عالميه في مجال الطيران اورنج هي اللي ماسكه الانفراستراكشر بتاعت النت تمام بس فالفكره يعني انا بقول لهم يعني انت ممكن تخش على انا بقول لهم ما تروحش دي داتا او فودافون يقول لك ايه دي داتا ما بتشتغلش في مجال فقط الانترنت هي برضو بتشتغل في مجال نتورك انفراستراكشر ممكن مثلا اماكن وكده تمام يعني على سبيل المثال انا مثلا بنك عايز اعمل انا ليا فرع انا في القاهره عايز اعمل فرع في اسكندريه عايز اربط الشبكتين ببعض فبكلم اول واحد بكلمه السيرفيس بروفايدر دي داتا اقول له هتبص سوليوشن ان انا اربط الفرع ده بالفرع ده ليها تقنيه اسمها الفريم ريلي او الليس لاين والكلام ده كان فيه قدام بس دي داتا انت ما بينزلكش بقى في الميشنز دي في الاول يقول لك ايه يقول لك انت عايز تشتغل طب تمام اقعد عندنا في التكنيكال سبورت من 6 شهور لسنه لو حصل بوت ان انت كويس وبتاع تنزل هتترقى تخيل بقى كل مهمتك تقعد تتكلم غير الاي بي طبعا الريست هو بيكون بقى حفظك اعمل ريستارت للراوتر اعمل قول للعميل سلام عليكم دي داتا مش عارف ايه اعمل ريستارت للراوتر تمام من غير ما اقول لك انت واصل تمام المهم فبس تمام فهو هو فاهم بس التكنيكال سبورت اللي بيروح فيه داتا او بيدفعهم دي لينك ده واحد بيبقى لسه في الدايره تمام انزل الشركات الثانيه شركات في شركه اسمها ادفانسد كمبيوتر تكنولوجي دي هتفتح تريننج ان شاء الله على شهر 5 دي برضو انا ببعت لكم موقع تمام الارقام بتاعتهم شركه ممتازه تمام شركه ممتازه تقول ايه؟ ماشي المهم فاحنا كنا بنقول له فايده الراستر بتاعت الراوتر دي تمام بس عايز اسال ازاي هينسى الاي بي في ماك خلي بالك لا سيبك من ده الراوتر ده مش يبقى راجل في الجو ايوه لا الاي بي مثلا بيكون موجود في الرامات بتاعت الراوتر ماشي الراوتر من كتر استهلاكه واستخدامه يا ابني الاجهزه دي بتغلط زينا هو انت مش الويندوز بتاعك مش ممكن يعلق بس ده سوفت وير حاجه ثانيه الويندوز ده سوفت وير هو الراوتر ده سوفت وير برضه السوفت وير اللي بينقل الداتا صح هو انت تيجي تعمل كونفيجريشن انت اول ما تجيب راوتر جديد من دي لينك ماشي ودي داتا يقول لك ادخل على الصفحه بتاعتك ما ده اوبريتنج سيستم بتاع الراوتر تمام الراوتر بينزل على الجهاز ازاي؟
ده ينزل كبير. ايه طب هقول لك احنا بدنا سوفت وير. بص مش يصدق. لا 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 هو ده عيب. هو ده عيب سوفت. ده عيب سوفت. التاني مش عيب الهارد وير نفسه. تمام؟ المهم من كتر اللود على الراوتر هنك. انت فاهمني؟ بس كده. الراوتر كمان له عيوب ثانيه. لما تيجي مثلا تلاقي اي حد شغال على الراوتر لسه تلاقي جاب لك علامه تعجب. تمام؟ انت ايه في الراوتر افتح تاني. فاهمني؟ بس انا بعمل كده. ما دي برضو اللي بيقولها لك ايه في الراوتر افتح تاني. طب كده سوفت وير لود على الرامات. لا اللود على الرامات. اللود على الرامات. فالسوفت وير هو السوفت وير اللي بتحمل تغييرات اصلا. هنتكلم برضو. احنا اتكلمنا في مايكروسوفت جونيبر سيسكو. تمام؟ اهم حاجه في السيشن النهارده امشي ازاي في المجال ده. انا استعرض الشهادات اللي سيسكو بتقدمها. تمام؟ معلش هو لازم من شهاده السي ان ايه السي سي دي تبقى برضه اوازيها بشهاده من مايكروسوفت. ده تخصص وده تخصص. انا كنت ناوي اعمل كده. انا كنت بحضر ام سي سي بس في الاخر وقفت لان الشركه بتاعتي ما بتشتغلش في الام سي سي. يعني ما بتشتغلش في السيرفرات. الشركه اللي انا شغال فيها ما بتشتغلش في الـ في الاوبريتنج سيستم للسيرفرات. انا اساسا اعتبرني سوفت وير تساعدك. يعني تساعدك وهتعلم وهتتبك وكل حاجه. بس انت في الاخر هقول لك حاجه. بص يا معاذ اما اجي ادرس خصوصا في النتورك لازم تكون ملم بالهارد والسوفت. تمام؟ مايكروسوفت مش مطلوبه منك لو انت هتدخل تراك سيسكو فقط مش مطلوبه منك. تمام؟ في ناس معاهم سي سي اي اي اعلى شهاده في سيسكو. سي سي اي اي يعني انا اشرحها دلوقتي شهاده اسطوريه. سيسكو سيرتيفايد انترنت ورك اكسبرت. تمام؟ وحاجه يعني هي بص سيسكو عملتها كده قمه هرم. سي سي اي اي اعلى حاجه. تمام؟ ارسم الهرم؟ لا ارسم حاجه. لا مش هتسمع. بص يا جماعه سي سي اي حلو السؤال ده. حلو السؤال ده. لا مش الدرجه دي. هو سي سي اي راندوم سويتشنج فيه قول مثلا 201 بس هو في الراندوم سويتشنج وفي السكيورتي اعتقد يعني بنسبه كبيره لا لا يزيد عن 50 واحد. هو واحد قال لي شغال في المجال قال لي سي سي اي عموم في مصر ما نزلتش عن 300 كلها 300 300 نفر. يا جماعه الصوت عايز اسمعه. 300 نفر مش طب بص اقول حاجه. السي سي اي اي اقول حاجه. فاكر في اول السيشن قلت لك جيرمي ده صيد مرتين في السي سي اي قبل ما ياخد السي سي اي الثالثه. ده صيد مرتين. انت فاهمني الفكره بحاجه. هو السي سي اي يا جماعه هو ايه انت بص السي سي ان ايه. انا عندي ان شاء الله باذن الله تعالى وانت معايا انا عندي استعداد اخليك تدخل تقفل الامتحان السي سي ان ايه. والان بي نفس الكلام. لكن السي سي اي ما اعرفكش. السي سي اي ما اعرفكش ليه. هقول لكم بصوا يا جماعه هو في السي سي ان ايه في الامتحان في جزء ثيوريتيكال وفي جزء سيميليشن. مش لاب سيميليشن عملي. بيجيب لك سيميليشن ويقول لك مثلا رسمه من فوق اعمل مش عارف ايه دوت كذا وفتح لك سيميليشن اللي فيها الاي او اس اللي فاتت فيها الاوامر. تمام؟ حلو. سي سي دي نفس الكلام. سي سي اي بقى لا 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 يا لا يا باشا ده بيديك جهاز كامل. بيديك اقل حاجه. هو كان معاذ قال ايه اللي هو بيديك السي سي اي ايه؟ كان بيقول لك الامتحان اقل رقم. هو ليه؟ 8 ساعات 8 ساعات لا 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 انا ما بتكلمش عن هو 8 هو 8 جديد 8 جديد 8 ساعات. بس الفكره طبعا في ناس هو يا جماعه الامتحان بتاع سي سي اي اي 8 ساعات. اوكي؟ في جزء ريتن ولاب. الريتن ده بتمتحنه في مصر. اللاب ده بقى سافر بره. هو في هنا دلوقتي ما انا يا جماعه طب سيبوني اتكلم اشرح لكم اقول لكم اللي عندي. السي سي اي اي راوتنج وسويتشنج في مصر تقدر تمتحنه في شهرين شهر 12 وشهر 7. مش انا قلت لكم الريتن كده بتمتحنه في مصر. اللاب لازم تسافر. تمام؟ لا الراوتر والسويتشنج سيسكو عملت نظام اسمه الموبل لاب. الموبل لاب ينزل لك لحد عندك. تمام؟ ويعمل لك الامتحان. ثمن امتحان سي سي اي اللاب ب 7000. يا جماعه انتوا لو امتحنتوه هنا مش استمرتوا بره.
7000 دولار ممكن تشيله ممكن تشيله لو عديته اول مره طلع مكان تمام تمام الفكره في حاجه طب احنا بس عشان برضو ما نتاخرش يا ريت برضو يعني ما تخرجش الموضوع كتير عشان الوقت كده مش هيسمح ان احنا نتكلم بص اقول لك حاجه انا مش بخرج على الموضوع تمام انا كل اللي انا بكتبه لكم حاجات من يعني انا كل اللي انا مش هدخل لكم في المنهج النهارده ما ينفعش انا كده اتكلم على لو اشرح لك الاو ساي موديل ومش عارف ايه وانت لسه ما فيش في ناس قاعده هنا ما عندهاش خلفيه فاهمني تمام السي سي السيسو عشان تبدا التراك فيها لازم تعدي على شهاده اسمها سي سي ان دي تمام CCENT سواء انت سيسكو ليها تخصصات في الراوتينج والسويتشنج وايرلس وايرلس ويب سكيورتي داتا سنتر سيرفيس بروفايدر كل مجال من دول ليه ثلاث شهادات اوكي بس اللي بيسموه الكور المجالات المهمه اهم مجالات سيسكو ليها وكده ثلاث مجالات الراوتينج والسويتشنج الويب السكيورتي تمام لو عايز تدخل اي مجال من راوتينج سويتشنج او السكيورتي او الويب لازم تاخد شهاده اسمها CCENT CCENT تمام دي شهاده ابتدائيه الانتراي تمام وبعد كده بتاخد لو انت مثلا ده الراوتينج سويتشنج وده السكيورتي تمام وده الويب لو انت راوتينج سويتشنج بعد السي سي ان دي تدخل بقى تقدم امتحان سي سي ان ايه طب عايز تكمل تاخد ايه سي سي ان بي سيسكو سيرتيفايد نتورك بروفيشنال طب عايز تكمل المخبار تمام تدخل ايه سي سي اي اي تمام طب انا عايز ادخل في السكيورتي اخد سي سي ان ايه سكيورتي اقدم الامتحان ده على طول لا لازم تكون واخد ده تمام وبعد كده CCNB CCIE طب برضو الويب CCNA ويب CCNB تمام Cisco Certified Network Association Cisco Certified Network Professionals Cisco Certified Internet Network Expert تمام ده الكور ده أهم ثلاث مجالات في Wireless Internet Service Provider Data Center مجالات كده ممكن أكتبها لك كده بس دي مش مهمة احتياج السوق معلش الشهاده الاولى دي انا ما انا ما ده النظام الجديد بص تعالوا بقى هنا يبقى انا عشان اخش في السكيورتي لازم تحكي كام امتحان امتحانين الفويب كام امتحان امتحانين اللي راندوم سويتشنج امتحان كام امتحان الراندوم سويتشنج امتحان كام امتحان في ال ان بي لان ايه امتحان واحد طب تمام لحظه يا جماعه الامتحان ده الكود بتاعه 120 اي سي ان دي 1 الكود بتاع السي سي ان راندوم سويتشنج 120 اي سي ان دي 2 خلي بالكوا يا جماعه اي شركه هتقدم الامتحانات بتاعتها في كورسات الامتحان ما بيبقاش اسمه كذا يعني ما بروحش للتريننج المركز الامتحان اللي هتحكم فيه المعتمد بالشركه اقول له انا عايز امتحان كذا لا اقول لك قول لي السيريال نمبر بتاعه تمام السيريال نمبر بتاع السي سي ان دي هو ده 120 اي سي ان دي 1 هنا السي سي ان راندوم سويتشنج 220 اي سي ان دي 2 سيسكو قالت طب انا في ناس ممكن تكون عايزه تكون واخده سي سي ان ايه اصلا او هو دارس مبدا سي سي ان ايه دارس المنهج سيلف هدخله امتحانين لا قالت احنا ممكن نعمل نظام للناس اللي عندها خلفيه تدخل امتحان اسمه سي سي ان ايه اكس اكسلريتد تمام فانت دلوقتي انا هقترح عليك ايه طبعا ما تخش لا فويب ولا سكيورتي الا ما تخش في اللي اس كي ال ال سويتشنج وتظبطها وتفهم كل الكونسبت بتاعتها هقول لك انت تدخل امتحانين تدخل بقى امتحان واحد حاجه بقى لو كنت سكيورتي لازم اخد بقى لا 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 لازم بقى تاخد مفيش مدمج هنا مفيش ميرج لازم تاخد ده تمام يعني انا مثلا عايز سي ان ايه راندوم سويتشنج هل محتاج اخد سي سي ان دي عشان اخد السكيورتي لا خش امتحان سكيورتي على طول تمام طب يا احمد وانا والله انا عايز انا بحب جدا مجال السكيورتي احمد انا بحب مجال الويب اعمل ايه اقول لك اول حاجه لازم تعدي على السي سي ان دي الاول يا جماعه بصوا يا جماعه
الفاير وولز في السكيورتي، الفويب، الايفونز، الايفون ده جهاز تليفون بالظبط، بس بيتوصل بدل ما بيتوصل تحت الشارع بالعمومي، لا ده بيتوصل بسويتش، بسويتش تمام؟ يعني الايفون يعني ادي السويتش اهو، الايفون ده جهاز ده مثلا السماعه تمام؟ ليه سوكت لكابل ليت بيتوصل على السويتش، دي تقنيه جديده قلبت الدنيا تمام؟ ولسه جديده تمام؟ فلو انت تخش ده او ده لازم تخش الراوتر سويتش من الاول، اعرف ازاي تعمل كونفيجريشن على الاجهزه اللي هتربط الكلام ده كله ببعضه. هو انت مش السكيورتي هتبدا تدرس اي بي اس وتدرس فاير وولز وتدرس مش كذا وكذا 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 اجهزه، هي الاجهزه دي بتنضم ازاي على النتورك؟ بان انا اربطها بالسويتش او الراوتر صح؟ يعني السويتش او الراوتر ده العصب، ده المركز، ده سنترلايزيشن تمام؟ فانت لازم الاول تمستر الكونفيجريشن بتاع الراوتر الاول والسويتش الاول عشان تفهم اي حاجه سواء السكيورتي او الفولي. اقول لك حاجه، عشان تدخل في الراوتر والسويتش لازم تاخد كورس، لازم كورس، لازم حد يشرح لك تمام. السكيورتي تقدر بقى تدرسه سيلف. ليه السكيورتي او ال ان بي، ال ان بي راوتر والسويتش او ال ان بي سي سي ان هنا وبعد كده سي سي ان هنا والسي سي ان بي هنا تقدر كله تدرسه سيلف، لان البلاتفورم بتاعتك بقت كويسه الراوتر والسويتش. في سؤال ده واحد ساله لي بيقول لي احمد انا كنت يعني في واحد قال لي هو الاجهزه دي قصدي الامتحانات دي اكسبايرد يعني ممتده كده ولا ايه؟ اقول لك لا هي اكسبايرد بعد 3 سنين تمام. في واحد هيقول لي طب تمام، طب افرض يا احمد انا خدت سي سي ان هنا وخدت دي تمام، فرضا انا خدت دي وقعدت لحد سنتين رحت بعد السنتين عدت كنت خدت امتحان سي سي ان سكيورتي، السي سي ان سكيورتي هديك 3 سنين اوريدي علي صح ولا لا؟ وهيجدد لك الشهاده اللي قبلها 3 سنين تاني. يعني ايه؟ طب انا فرضا خدت كل ده وخدت كل ده على سبيل الاحلال يعني تمام؟ وجيت اخد الشهاده دي يعني انا الدنيا كلها وقفت على دي تمام؟ فاضل يوم واحد على الاكسبيريشن بتاعت الشهادات دي كلها وجيت امتحنت الشهاده دي وعديت 3 سنين لكل الشهادات دي. دي ميزه. ما انت مش كل سنتين هتبدا عدد الامتحانات دي 18 امتحان. كل الكلام ده انت مش كل سنتين، انت السي سي اي اي لازم كل سنتين مش ثلاثه، شهادات فيما فوق 3 سنين، السي سي اي اي كل سنتين. طب هو انا لو واخد طريق مثلا وقفت عند السي سي ان بي لازم كل سنه اروح امتحن؟ لازم كل 3 سنين. اوكي تمام؟ تجديد الاي اي ده بقى ليه نظام في الامتحانات ايه؟ الريتن واللاب. اللاب ده بيحطك قدام اجهزه حقيقيه. يعني انت في السي سي ان هي هتتمرن على سيميليشن صح؟ في هنا هتتمرن على سيميليشن، لو انت خدتها هنا او هنا او هنا اي حاجه سيميليشن تنفع. ايه الراي؟ لازم اعلمك الاول لازم تشتغل على اجهزه حقيقيه. انت الامتحان بتاعك في هنا سيميليشن، هيجي لك سيميليشن اسئله الامتحان. فانا بتمرن معاك سيميليشن قشطه بس عادي يعني، لكن اما تيجي واخد سيميليشن اول ما تبدا تقف قدام الروترات والسرعه هتبقى مكانها. طب الامتحان ده هيمتحنك لبات حقيقيه. الناس بتصعب في الامتحان ده ليه؟ مش طبعا بص هقول حاجه، الامتحان اللي ده برضه كذا جزء، في الراوتنج سويتشنج في ترابل شوت وفي راوتنج وفي سويتشنج تمام؟ مش التوتر هو الامتحان ده اقل راوترات بتشتغل عليها يعني نتورك يديك نتورك عباره عن 15 راوتر على 20 راوتر 30 سويتش مش عارف كام ارقام غريبه تمام؟ وما شاء الله بقى ويقول لك بص يقول لك ايه؟ يقول لك مثلا يديك ميشنز معينه اعمل لي بروتوكول كذا 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 اعمل لي مش عارف كذا كذا ده سهل في اللاب. يجي بقى الحته اللي الكل بيسقط فيها اما يقول لك النتورك دي فيها مشكله في الحته الفلانيه وتقعد لايز بقى وتجيب بقى اللاب بتاعك وتدخل على الراوتر. طب 15 راوتر هتدخل على الراوتر هتدخل على الراوتر تمام. هو طبعا يا جماعه خلي بالكم الترابل شوت، الترابل شوت عايز له دماغ وفن وما تشتغلش وقت اطفال فهمتني؟ يعني بس يعني الترابل شوت فعلا في النتورك عايز صبر صبر. يعني انا مش انا ممكن وانا بشتغل بدرس ها انا هديكوا لابات فيها ترابل شوت لاب كده فخم كده ولا في مشكله في حته فلانيه صلحها هتقعد قرفان اقول لك لما تيجي تدخل في السي سي اي تعمل ايه تمام؟ يا جماعه الترابل شوت لازم تدخله وانت تمام. انت لما تيجي تطلع في الشغل ما يعني لا ما انت مش بمزاج صح كده؟
تمام؟ الطالب يشوف عايز له فن وليه ستيبس بتمشي عليها ان شاء الله هناخدها بس على مستوى السي سي ان ايه؟ تمام؟ يعني اكسبايرد يعني الشهاده منتهيه انتهت لا ما اقدرش استفاد بيها بعد كده يعني ما اقدرش استفاد بيها مثلا تقدر تجدد هتجدد بس هقولك ازاي انتوا بتعرفوا يا جماعه الشهادات دي لو ما كانتش هي الماليه بتاعتها مش سيرتيفيكت اللي بتاخدها على فكره ممكن اي شركه تقول انا الشركات يا جماعه بتعمل انتر في الانترفيو بتعمل لك انترفيو امتحان تكنيكال امتحان لانجوج تمام امتحان تكنيكال امتحان لانجوج ايه يعني الشركه هتتاكد كده انت بتعرف تشتغل ولا لا هو مش مستني منك سيرتيفيكيشن تمام يعني انت رحت قلت للشركه انا واخد سي ان دي لو سمحت لو انت مش اول مره تدخل في انترفيو بلاش لو انت مش واخد سي ان دي فعلا وحاططها كده عشان تتمنظر بلاش هينفخوك هيدخلك الكلاس بس لو عايز اكمل الحته دي وخليك تتكلم ليه لان هيحطك في امتحان في السي سي ان بي والسي سي ان ايه وحلو تمام الشركه كده بتمتحنك فهتقول لي طب انا هاخد الشهادات ليه ما هو ده ممكن تسالني السؤال ده اقول انا هاخد الشهادات ليه وانا تسافر بره ما هو برضه هيعمل لك انترفيو تمام طب انا هاخد الشهادات ليه هقول لك ان سيسكو هي حاطه عينها عليك وعايزه تفيدك مش وعايزه تشدك برضه لا هقول لك ازاي لو سيسكو الشهادات بتاعتها بلا قيمة هتحصل عندها خلل في بعض الحاجات التكنولوجيا الجديدة اللي هتنزلها مش هيحصل سبريد يعني انتشار للتكنولوجيا دي وسط كل الناس اللي بيشتغلوا في سيسكو تمام ليه هو لما تيجي تنزل التكنولوجيا سي سي ان بي سكيورتي لسه متحدثه من امتى شهر لسه المنهج الجديد نازل تمام هو المنهج الجديد يعني ايه يعني سيسكو عملت تكنولوجيا جديده في مجال الفاير وول او الاي بي اس وعايزه تخلي كل المهندسين يشتغلوا بيها عشان لما انزل الفاير وول بالموديل الفلاني ومفعل الفيتشر ده المهندس هيشتغل عليها تمام فانا لو انا ما اجبرتكش انك تدرس المنهج بتاعي وتاخد السيرتيفيكت بتاعتي هتبقى بعيد عن التحديثات بتاعتي صح تمام طب هي بقى عايزه تشدك تمام ما هو انت اللي بتكسب سيسكو لو سيسكو قايمة على الاي او اس مش اي حد يشتغل على الكوماند لاين بتاع سيسكو بس الفكره في ايه انا بعلمك يعني مش اي حد بيشتغل عليها فلازم انت تكون مهندس شبكات سيسكو دي ليها معنى ولها ثقه واحد بيعرف يشتغل على الكوماند لاين مش اي حد بيشتغل عليها تمام سيسكو بتقول للشركه لو انت عندك سيرتيفايد انجينيرز عدد لا يقل عن كذا هديك البارتنرشيب بتاعتي البريميوم في ثلاثه بارتنرشيب في بريميوم في السيرفر في البوردو تمام هديك البريميوم يعني ايه يعني هتاخد ديسكاونت على الاجهزه بتاعتي بريت معين طب لو انت عندك مهندس سي سي اي اي هديك البارتنرشيب الجولدن ويبقى وهديك ديسكاونت بحاجه اعلى الشركه بتاعت النتورك اللي انت اشتغل فيها هي بتعمل هي شغلها قايم على ايه اصلا في شركات عندك شركات بنك وكذا 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 البنك ده عايز يعمل تحديث للنتورك بتاعته او فاتح فرع جديد عايز يعمل نتورك جديده بيعمل حاجه اسمها مناقصه ايه انا عايز اشوف اعلى شركه تقدم لي عرض كويس للكابلات والراوترات والسويتشات بالسوليوشن كله بعود الصيانه يعني مش تعمل لي بس النتورك دي لا تمسك عود الصيانه يعني حصل اي حاجه انا فاصل بيك وعليها فلوس يعني سنويا تمام البنك بيطلعها للشركه اللي واخده عرض الصيانه والانفراستراكشر تمام فالبنك بيعمل مناقصه تمام فتيجي تنزل الشركات بدات النتورك تمام انا مثلا عملت شركه اسمها اي اس تي فراح البنك خد الاي اس تي بتاعتي فبقى قاعد معايا تمام انا اكيد لما اطلع له راوتر هيقف عليا مثلا 10000 هطلعه له 10 لازم اكسب فيه تمام فانا هقول له مثلا انا هطلع لك الراوتر ده ب 11 12 تمام وهو قاعد على 10 طب لو انا عندي سيسكو تقول لك ايه لو انت بتطلعه ب 12 اوكي لو انت عندك سي سي اي هديك الراوتر ده بقى ب 10 هديك ب 8 انت هتكسب تمام هكذا فاللي بيبقى على الشهادات الشركه اللي بيبقى عندها ناس سيرتيفايد بينزل عليهم مراقبه يعني الشركات البارتنرشيبس معاها بارتنرشيب من سيسكو بينزل عليهم مراقبين من سيسكو اتاكد ده معاه الشهاده ده كذا ده كذا ده كذا لانه بياخد ديسكاونت بناء على عدد الناس اللي عنده سيرتيفايد وكل ما بيعرف حد السي سي اي بياخد
امتيازات يعني عالية جدا. تمام؟ يا ساتر. عايزين نعمل 6 ل 10. طب عايزين تاخدوا بريك؟ احنا 3 ساعات يا جماعه النظري يبقى 3 ساعات، العملي 4. يا جماعه المنهج كبير. معلش ادعم معايا شويه. احنا عايزين ننجز قبل ما نوقف فتره امتحانات الفاينل. المتر مش هيكون فيه متر. لا. بالنسبه لعين شمس. لا في لعين شمس. هي مش فيش اسبوع. طيب تمام، حتى المتر ده هنوقف وهنكمل شويه وهنوقف قبل الفاينل. فانا عايز لما اجي اوقف، معلش انا مش هرجع معاك الفاينل الا بعد شهر وشهر ونص، ما تكونش اتمحت. تمام، فانا عايز اجري شويه بيكم، صح كده؟ فانا هيبقى 3 ساعات النظري والعمل المتوسط. انا عاوز اكسبايرد. لا يعني جددها ازاي؟ لا ليه اجددها؟ ما انا بشتغل لحظه المعلومات عندك، بتعمل ابديت. انا مش قلت لك بتنزل مراقبين تتاكد سيرتيفايد ولا لا؟ لا المعلومات نفسها ونفسها هي بتتجدد. لحظه بس يا احمد، يا معلم يا حبيبي، بص انت السيسي ايه لما تيجي تجددها، لما تيجي تجددها في الشهاده بتاعتك دي بسببها الشركه بتاخد ديسكاونت وبتكسب. فلو هم جم يراقبوا ولقوا السياره بتاعتك سيرتيفايد، قصدي اكسباير، الديسكاونت راح. فالشركه اللي انت بتشتغل فيها بتكبرك. طب لما اجي اجددها امتحان جديد؟ اقول لك مش قلنا في ريتن لاب، بنتحن ريتن لاب بس. طب يعني ما بتضطرش تسافر. لو انا مثلا اتقابلت في شركه وانا شهاده معايا مش اكسبايرد، لو الشركه انا اتقابلت في شركه والشهاده بتاعتي مش اكسبايرد وبقت اكسبايرد، المفروض ان انا دلوقتي الشركه هي اللي محتاجه ان انا ابقى موجود عندها. في شركات اغلب الشركات بتتحمل ثمن الكورسات والشهادات، بس مش كله كورس وشهاده، الشهاده كده كده. ايوه الكورس لما جددت الكورس بقى قاعد يكلمه يقول له طب انت ايه، شيل النص ونص ومش عارف ايه وكده. في مهندس اسمه محمود عبد الحميد، ده راجل معايا سي سي اي دي، تمام، وده كان خريج اتصالات من عندنا عين شمس، ده لسه واخد سي سي اي دي من هند اسبوعين، تمام، شغال فين؟ في شركه موبينيل. فانا كلمته وقريت له موقع محمود، وده وقفت عليك بكام؟ صرفت كام؟ الاقامه بقى وفندق وبتاع. قال لي يا احمد هو انا مش عارف يومين ب 20,000، دفع 20,000، تمام، بلجيكا، تمام. فانا بقول لكم يعني الشركه، لو انت شغال في شركه وصلت لانك هتاخد السي سي اي، الشركه مجبره هي كده كده هتوافق. ما هيرفض ليه؟ ما هيكسب من وراك. هيكسب من وراك. فالشهادات ليها قيمه، الشهادات سواء دي كلها ليها قيمه. فانا ما بقولكش ادخل خش جيب الشهاده دي او دي عشان ايه يبقى اسمع معاك سيرتيفايد. لا يا حبيبي، انت دي حاجه بتشجع الشركه انها تعينك، تمام. هو انت ليه هتستنى لحظه بس؟ انت ليه هتستنى بس السي سي ان دي تجددها يعني؟ لا اكيد انا هجددها من الامتحان العادي. ايوه بس السي سي ان دي مثلا لا تمتحن السي سي ان دي كامل في كل امتحانات يعني مثلا ده 3 امتحانات 4 الفويس 4 لا الناس اللي بتكون بيتجددها من السي سي ان دي بقى تخش قبل البريك. يا جماعه حد عايز يسال؟ طب ناخد بريك كده 10 دقايق.